قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن الله في كل مكان وقصد بعلمه وقدرته ورزقه فهل يكفر؟ مجمل هذا القول في كل مكان، هذا ما جاء في الكتاب ولا في السنة أن الله في كل مكان، فنحن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا موهم للحلولية. نعم، فلا نقول في كل مكان. نعم.